جدا هنعرف النهارده ايه اللي مناسب لينا وايه اللي مش مناسب من خبيره التجميل ريهام جهاد. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا ريهام؟ كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. كله تمام؟ كله جميل. احنا النهارده معانا وصفات طبيعيه وهنتكلم كمان عن البشره وايه اللي بيناسبنا وايه اللي ما بيناسبناش. ممكن كمان نشتغل في الماسكات واحنا بنتكلم. بالظبط. ايه رايك؟ تمام كده يا ايه بقى الماسك اللي معانا الاول؟ احنا هنعمل النهارده ماسكين. اول ماسك هيبقى للتفتيح، تاني ماسك هو مش ماسك التاني، تاني هيبقى غسول بنغسل بيه ايدينا حاجه طبيعيه. اول ماسك هنتكلم عنه بشره لتفتيح البشره مش الوش، البشره يعني الجسم بالظبط كده. دي اول مره نتكلم فيها. بالظبط. وفي معلومه صغيره، لما يبقى مكتوب على كريم ان هو للبشره معنى كده ان هو مش للوش، للبشره اللي هو الجسم. فاحنا مشكله ناس كتير قوي بتقع فيها. بالظبط كده. اول ماسك هنبتدي بيه هيبقى ماسك بيفتح البشره الجسم اللي هي المناطق اللي بتبقى غامقه، الكوع، الركب، الحاجات دي كلها. ماسك طبيعي جدا، ما فيهوش اي حاجه غير كله طبيعي. عندنا المكونات بتاعته: كركم، معلقه كركم صغيره، معلقه عسل، زيت خروه، معلقه عسل كبيره بقى صح؟ كبيره. وزبادي، ثلاث معالق زبادي وزيت خروه، ومعلقه عسل وكركم. اوكي. نبتدي هنحط زيت الخروع. وزيت الخروع من الزيوت اللي هي بتبقى مغذيه جدا جدا للبشره وبتفتح. بس انصح نصيحه بقى، ما نحطوش وننزل. في الشارع او في الشمس. هنحط زيت الخروع وهنحط عليه الزبادي. 3 معالق زبادي. بالظبط. المفروض يقعد قد ايه على الجسم تقريبا؟ ده بيقعد على الجسم يعني مثلا ساي من تلت ساعة لنص ساعة. بالظبط كده. وبنقلب الاثنين، الزبادي مع زيت الخروع، بنقلبهم كويس عشان يبقوا عاملين زي الكريم. هل بشرة الجسم بتختلف عن بشرة الوجه يا ريهام؟ طبعاً. في ايه بقى؟ دي ليها حاجات ودي ليها حاجات. يعني مثلاً نبص المستحضرات التجميل اللي هي مختصة بالكريمات وكده، هنلاقي ان الجسم حاجاته غير خالص الوش. الجسم يعني تبقى سميك، طبقة الجلد بتبقى سميكة اكتر، بتبقى محتاجة كريمات اقوى. يعني اشرحي لي كده ازاي الحاجات اللي تمشي على الجسم تمشيش على الوش، لان بشرة الجسم اقوى لانها بتستحمل، لان احنا مثلا سي بنستخدم ايدينا، في على جلدنا بيجي هدوم غير الوش خالص. المقادير دلوقتي موجودة قدامنا على الشاشة، اللي هو الماسك ده لتفتيح بشرة الجسم مش الوجه. لو حد حط الكريم ده او الماسك ده، هو المفروض ان هو طبيعي، لو حد حطه على وشه عشان يفتحه ممكن يزيد البشرة؟ لا كويس، بس بيعمل مفعول اكتر مع الجسم. احنا كده قعدنا نقلب تقريبا بقالنا 5 دقايق بنقلب لحد ما بقى شكله اكنه كريم خالص. يعني ما بقاش زيت الخروع فاصل عن الزبادي. بعد كده هنحط معلقة العسل. العسل مفيد جدا جدا وفيه فيتامينز كتيره جدا. اوكي هنحطها. انا المعلقه اللي بستخدمها معلقه خشب، واللي بحط فيه الماسك فخار وازاز مش بلاستيك حتى. يعني الماتيريال زي بتبقى حلوه لانها ما بتتفاعلش خالص مع المكونات اللي جواها، فبتبقى امنه جدا. يعني كويس، معلقه خشب وحاجه فخار يكون افضل. يعني بالظبط كويس. المناطق اللي بتحتاج ترطيب اكتر في الشتاء ايه هي؟ يعني في الجسم في ناس كتير قوي بتتخيل انه وشها جاف جدا ومحتاج ان هو يتعمل له ترطيب كتير قوي، فبالعكس الوش بيبقى دهني جدا فبيحصل افكت غلط. فاحكي لي كده ايه المناطق اللي في الجسم اللي بتبقى محتاجه ترطيب اكتر؟ ترطيب الايدين طبعا، لو بتستخدمها كتير مع ميه نوعين بقى وكده. وبالنسبه لبرده الكوع، الركب، الكعبين، المناطق دي بتبقى محتاجه عنايه كتير قوي. حتى لو البشره دهنيه، يعني حتى لو البشره دهنيه برضو مع عوامل الجو، لان احنا الجو بتاعنا بقى قوي شويه، فمحتاجين ان احنا نحط له حاجات تساعده طول الوقت. عايز اعرف منك يا جهاد، هو البشره يعني بيقال، انا ما اعرفش دي اشاعه ولا حاجه حقيقيه، هل البشره اللي بتحط ماسكات لا سوري كنت عايزه افتكر حد بعت لي سؤال بيقول انه البشره خلاص نسيت. اوكي لما افتكر بقى خلينا نرجع للسكريبت. اوكي احنا كده اخر حاجه في اول ماسك الكركم. والكركم بعد ما هيتشال هيعمل، لان هو من بيستخدموه كاصباغ، هيعمل لنا لون
برونزاج شويه بس بعد كده بيشال، وده طول ما هو موجود اللون ده بشرتنا بتستفيد. احنا اهو بنقلب، انا بقلب في اتجاه واحد يعني كل تقليبي في اتجاه واحد، وبحاول وانا بقلب بدخل هواء في الماسك كويس قوي على 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 حلقتي. اه انا افتكرت البشره الفاتحه بتعجز اكتر من البشره السمراء، يعني الجسم بالفاتحه طب ازاي نقدر نعالجها؟ بنهتم بيها اكتر، يعني لو هي بشره دهنيه بنهتم بيها بطريقه البشره الدهنيه اللي اتكلمنا عنها قبل كده، لو هي بشره جافه بنهتم بيها بطريقه البشره الجافه. كويس، احنا كده خلاص عملنا خليط ده اول ماسك بالظبط كده، ده بنستخدمه مره، ولو حبينا نستخدمه بعديها بيوم بنحطه في الثلاجه في اداء مقفول. طب تمام، ده بالنسبه لاول ماسك. أوكي. ده اول ماسك. تاني ماسك هنتكلم عنه هو غسول مش ماسك، هو عندنا معلقه جليسرين ده بتبقى هايله، وليمون. هو مش الجليسرين برضو بيبقى حاجه لزجه كده؟ اه لزجه، انا بضربه اكتر بيدينا لون ابيض حقيقي. بيبقى حلو قوي، لان الجليسرين لو اتحط كده ما بيبقاش افكتيف قوي. انا لما بقلبه كتير بيدخل هواء جواه، بيبقى البشره بتستفيد بيه اكتر. اوكي تمام. وده طماطم، عصير طماطم. طماطم لا طماطم طبيعيه تقيله قوي، يعني مش حاطه عليها ميه خالص. اوكي، وليمون وجليسرين. ده غسول؟ ده غسول علشان يزيل الميك اب ولا علشان نغسل وشنا لما نصحى من النوم؟ لا مش وشنا، احنا اتفقنا ان احنا النهارده عنايه بالجسم. بنغسل بايدينا، بنحطه على الكوع، بنسيبه لمده 10 دقائق وبعدين بنغسله. بعد ما بنعمله بنحطه في الثلاجه وبنستخدمه مش اكتر من 3 مرات. كويس، ما بيقعدش اكتر من 3 ايام. الجليسرين دلوقتي هنحط عليه عصير الليمون. الليمون والجليسرين من الحاجات الهايله اللي كل الناس الكبار يقول لنا ليمون وجليسرين. لا، ودايما اي حاجه كمان بيبقى فيها تفتيح لازم يبقى فيها ليمون وعسل. بالظبط بالظبط تمام. عايز اعرف، طب تعالي نبدا من الاول بقى. احنا النهارده بنتكلم عن ازاي نقدر نحافظ على بشره جسمنا، ازاي نقدر نختار الشاور جيل او الصابون اللي نغسل بيه جسمنا؟ ده حاجه مهمه جدا، لان احنا بنروح اي صيدليه، اي مكان مركز اللي بيع مستحضرات التجميل، بنبقى واقفين مش فاهمين ايه اللي يناسب لي المناسب لي. احنا دلوقتي هنحط عصير الطماطم. اوكي، حطينا الجليسرين والليمون. الليمون هنحط عصير الطماطم. فلازم نعرف اول حاجه في حاجات فيها قدر، فيها ريحه. دي لطيفة جدا لان هي بتسيب ريحة جميلة، بس لازم نستخدمها بحذر، يعني ما نستخدمهاش وبعدين ننزل في الشمس، لا مش حلو، لان الحاجات اللي فيها قدر او ريحة بتتفاعل. طب ما هو كله دلوقتي فيه ريحة، يعني في حاجات بتبقى مش عطرية؟ لا، في حاجات طبي بقى. طبي. الطبي عامة هتلاقي ما فيهوش ريحة، لان هو الناس اللي مثلا بشرتهم بتطلع بقع سمراء، لو حطوا حاجه فيها قدر ونزلوا هتعرض بشرتهم ان هم البقع السمراء تظهر. أوكي. زي البرفيوم، يعني مش حلو ان احنا نحط برفيوم وننزل بيه كده في الشمس، بيعمل فعلا بقع. طب ازاي؟ اوكي، ده بالنسبه للحاجات اللي فيها قدر. بالنسبه ل شاور جل، ايه تاني؟ في حاجات فيها باتر بقى، فيها زبده، فيها لبن. في الحاجات دي للبشره الجافه اكتر. تمام، يعني البشره الدهنيه ما نستخدمش الحاجات الجريسي او الدهنيه، بنستخدم حاجات اول فري. اي نعم، ما بتفقدش الجسم زيوته بس ما بتضيفلوش زيوت زياده. وازاي نقدر نختار بقى الكريم؟ يعني الكريم بقى المناسب انا لبشرتي وجسمي، وازاي اعرف اصلا يعني اقدر اقيم بشرتي ازاي؟ يعني اقول انا بشرتي دهنيه، انا بشرتي مش دهنيه؟ يعني عارفه الجسم كمان يبقى صعب شويه الحكم عليه، يعني البشره سهل انت بتشوفي وشك فبتعرفي. بالظبط كده. بالنسبه للكريمات اللي هي الترطيب مثلا للجسم، بعد في دلوقتي زيوت وكريمات بعد الشاور بنحطها. الزيت بيخلينا والجسم مبلول، بنحط الزيوت اللي هي مختصه بالترطيب. ليه؟ لانها بتحبس الميه جوه الجسم، ما بتخليهاش تطلع، ما بترطبش الجسم بس بتمنع الجسم ان هو يفقد الزيوت اللي جواه. ده بالنسبه لزيوت الترطيب، فلازم بتتحط والجسم لسه مبلول، طالع متشاور مبلول. ده بالنسبه للزيوت. بالنسبه للكريمات فهي تتحط ساي بعد ما الجسم بقى ناشف، بتتحط الكريمات.
كويس. هل لو فضلنا نستخدم كريمات كتير للجسم ده بعد كده لو وقفتي كريمات ده ممكن يأثر على البشرة؟ يعني لو انت جسمك واخد على ان هو يتحط عليه كريمات طول الوقت ده بيأثر عليه بعد كده؟ اه طبعا يكون احسن احنا ما نستخدمش على طول كريمات. لا هو مش الموضوع مش ده افضل، لا الافضل ان احنا نستخدم ونستمر، لكن ما نستخدمش عشان هنخاف ان احنا في مرة نبطل، لا فده هيبقى احسن ان احنا استخدمنا فترة.